بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، كما تعلمون نحن مقبلون الآن على العشر الأواخر، والله تعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة هي تاج الليالي، هي درة الليالي. خير من ألف شهر يعني تعادل 83 سنة تقريبا. أي عمل صالح تعمله في هذه الليلة، لو قلت سبحان الله كأنك قلتها 83 سنة، لو ركعت كأنك راكع 83 سنة، بل أكثر، لأن الله قال خير من ألف شهر. هذه الليلة تبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، فينبغي علينا أن نحرص أول ما نحرص على أداء الفريضة في وقتها على أجمل وجه. صلاة المغرب والعشاء أن نصليها في المسجد مع صلوات القيام والتراويح، وبعد المغرب لا ننسى شيء مهم جدا، أذكار المساء. تبدأ في أذكار المساء وتعيش حياتك مع هذه الأذكار، تسترسل بها بإيمان وخشوع وانسجام وحضور قلب. لو قرأت القرآن كأنك قرأته 83 سنة، تخيل. فنحن يا إخواني يا أخواتي طول السنة يعني مشغولين في هذه الحياة الدنيا، وهذه فرصة عظيمة والله. التاجر الذكي الموفق هو الذي يقتنص هذه الفرصة، هو الذي يجتهد في هذه العشر الأواخر حتى يفرح يوم القيامة، يوم الحساب، يفرح بأعمال عظيمة جليلة يراها أمام عينه. ويا أخواني، احذروا أن تضيعوا الليالي بسبب أني والله ليلة القدر هي ليلة 27، لا انتبه، أو في الوتر فقط، تحرص على الوتر. لا تدري، هناك اختلاف بين أهل العلم في مسألة تحديد اليوم بالضبط، هناك اختلاف، فلا تضيع الفرصة. كلها عشر ليالي، اغتنمها ولا تقصر بها قدر استطاعتك. فلا ندري والله أنعيش ونحيا إلى السنة القادمة أم لا نحيا، يعني كلها عشر ليالي، يعني كلها عشر ليالي، أيام بسيطة معدودة، أيام بسيطة معدودة، لنعيشها بحب وإيمان، لنفرح بها، نفرح بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. حديث متفق عليه. شد مئزره كناية عن الهمة العالية في الإقدام على الطاعة. وقالت رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة هي تاج الليالي، هي درة الليالي.